AM بالعربي. والدة أحد الطلاب المشتركين معي في الخطة الطالب عثمان من المغرب اليوم تخبرني خبرا سارا بأن ابنها البالغ من عمر 15 سنة والمشترك معي في الخطة الشاملة لتعليم البرمجة منذ تقريبا أسبوعين قد قام بتحقيق أول دخل له من خلال بناء مواقع الإنترنت من خلال أول أسبوعين فقط من اشتراكه معي في الخطة الشاملة لتعليم البرمجة. دعوني أسمعكم الرسالة الصوتية السارة جدا التي وصلتني من أم الطالب. والله لا أعرف ماذا سأقول لك يعني أخي أحمد، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أنا يعني أشكركم جدا وأسأل الله أن يجزيكم عنا كل خير، بارك الله فيكم كثيرا. قول عثمان هو مؤخرا قام ببيع موقع، يعني قام بتصميم موقع وباعه ب300 درهم، أعلم كم هي بالدولار، لكن الحمد لله كان أول مبلغ يعني حصل عليه الحمد لله من عمله. هذا بطبيعة الحال راجع لفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضلكم يعني تعلم منكم أشياء كثيرة، فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. شكرا لأختي الكريمة أم عثمان، وبصراحة يعني أنا أسر جدا عندما أسمع قصص نجاح لطلاب من طلابي. طالب عمره 15 سنة فقط تمكن من تحقيق الدخل و كسب النقود من خلال ما نعلمه بطريقة احترافية في دوراتنا التعليمية، وخصوصا في الخطة الشاملة لتعليم البرمجة. من هنا أدعوكم للاشتراك عن طريق الرابط والكوبون الذي سنكون بوضعه في أسفل هذا التسجيل. شكرا لكم. يمكنكم أيضا البحث عن الخطة الشاملة لتعليم البرمجة على جوجل. تحياتي لكم مرة أخرى. يمكنك الآن البدء معي بالخطة الشاملة لتعليم البرمجة، وهي خطة شاملة لتعليم البرمجة للمبتدئين من الصفر وحتى الاحتراف. فخلال 4 شهور فقط ستتمكن من عمل أكثر من 30 تطبيق وموقع ولعبة من خلال خطة تدريبية شاملة قمنا بتجربتها على أكثر من 1000 طالب حول العالم. قم باستغلال هذه الفرصة واحصل على خطة تعليم البرمجة الشاملة خلال 4 شهور عن طريق بناء أكثر من 30 موقع وتطبيق ولعبة. اقرأ زر التسجيل الآن ولنبدأ هذه المغامرة الشيقة والممتعة والرائعة معا. السلام عليكم.